بدون شك أساطير، وكلهم بدون شك قصة نجاح كبيرة جدا في ملاعب الكرة المصرية وبقميص النادي الأهلي، لكن يبقى الحقيقة أن في البازل ده حتة مش راكبة، يعني بداية من فلافيو أمادو فلافيو وصولا لأحمد فيليكس. لما تيجي تبص على ترتيب اللاعبين وتشوف علي معلول وتشوف وليد أزارو وتشوف جونيور أجايه، تلاقي أنه في حاجة غريبة في التركيبة دي، ودي اللي هبدا الحقيقه ده اللي هبدا بيه كلامي مع ضيوفي في السادسه النهارده، ضيوفي الاعزاء واصدقائي الاعزاء بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير والحمد لله على السلامه. مساء النور. طبعا اهلا بحضرتك استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. بلال محسن واحمد مصطفى او وليد ازارو وخالد بوطيب، يعني هنجلها في الحلقه. طبعا طبعا هنجل. طب خدت بالكم من حاجه غريبه في الترتيب بتاع اللعيبه؟ كلهم تقريبا في روده ما عدا علي معلول الباك ليفت، وهو عامل ريكورد معدي مهاجمين كبار طبعا، زي امادو فلافيو، زي ازارو. لا فلافيو في الاول، سوري، زي جونيور فيليكس واجاي. فيليكس انا فيليكس بالنسبه لي ايقونه طبعا. انا بدات اشجع، اول ما بدات اشجع كان فيليكس هو فيليكس. كانت ثنائيه رهيبه ما تتنسيش ابدا يعني. فعلي معلول لا يعني في حته لوحده في وسط الناس دي بصراحه. غريبه يعني، او مش غريبه الحقيقه، يعني احنا الاهلي تحديدا لو اتكلمنا على عدد الجنسيات اللاعبين اللي احترفوا في النادي الاهلي واللي ارتبطت بيهم جماهير الكره المصريه، مش بس هما في الملعب، النهارده لما بتتكلم على امادو فلافيو، بتتكلم على جيلبرتو، بتتكلم على بدر بنون عدى قد ايه في الاهلي؟ قعد موسم ونص. ومع ذلك في قصه ارتباط واحترام يا راجل. ده اليو بادجي يعني اليو بادجي مازال اللي جه، وخد بالك الحاجات دي معايير تجربة اللعيبة في النوادي حتى وإن كانت لفترة قصيرة جدا، تديك انطباع عن المنظومة جوه النادي الأهلي. شوف انطباعات لعيبة جت ما خدتش فرصتها. اليو بادجي ده لعيب أنا بشوفه لعيب يعني كان ممكن يبقى نجم كبير جدا في النادي الأهلي، صح ولا غلط؟ لا صح. يعني ورغم إنه ما خدش فرصته يعني، ما يعني وراح لها في فرنسا بعد كده وكسر الدنيا وبقى واحد من أثبت وجوده، لكن لما بيجي يتكلم على الأهلي أو لما بيجي يهني النادي الأهلي ببطولة تحس إنه واحد من ولاد النادي الأهلي. ما فيش حد جه من أي مكان في أو أي دولة، يعني مش بس من الدول شمال أفريقيا أو من الدول العربية، حتى الأفارقة جم جوه النادي الأهلي وسابوا النادي الأهلي. كانت العشرة طويلة وكانت المرحلة ناجحة، او كانت قصيره وما كانش فيها توفيق، الا بيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل كويس جدا. طبعا طبعا النادي الاهلي اعتقد هو يعني مش عايز اقول البيئه وكل الحاجات اللي في موجوده داخل النادي الاهلي بتخلي اي اجنبي بيجي بيحس انه بالامان رقم واحد، ورقم اتنين بيحس باحترافيه كبيره جدا، يعني هو بيحس ان هو داخل نادي اوروبي، ما بيحسش هو داخل نادي اعتقد في افريقيا. هو بيشوف الاجواء جوه النادي الاهلي، بيشوف البطولات بتاعت النادي الاهلي. وعلى فكره يا احمد ده ينطبق كمان على المديرين الفنيين طبعا، ومديرين فنيين كتير كبار. انتهت اسماء كبيره جدا وانتهت علاقتهم بالنادي الاهلي، وكتير عبروا عن ان هم يتمنوا العوده لتدريب النادي الاهلي، او لما بيتكلموا عن فتره تواجدهم في مصر وشغلهم مع النادي الاهلي اتكلموا عنها انها كانت فتره مهمه جدا. بيباركوا النادي الاهلي كتير، جريدو وفايلر كانوا كنت اقول في الاحداث المهمه تلاقيهم بيبعتوا رسائل تهنئه او رسائل دعم. فلا لا الموضوع يعني مش محتاج كلام، احنا اكبر من ان احنا نرد على محاولات او المهاترات اللي بتحصل الايام دي، يعني من شانها طبعا يعني زي ما يقولوا يشغلوا النادي الاهلي عن الاهداف. النادي الاهلي تعاقد مع مصر. انت عارف انا قلت ده في الاول ممكن يبقى احتمال يا بلال، يعني وارد انه يبقى احتمال ممكن اقبله، لكن الاحتمال الاكبر انه هي محاوله سرقه فرحه جمهور النادي الاهلي او محاوله التغطيه على موسم صفري. بالظبط فشل بطوله كبير جدا. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النادي الاهلي بيحاولوا معاه، مش احنا مش هنقول قديما ولا تاريخيا ولا الكلام ده، احنا هنقول الموسم ده. النادي الاهلي بوقت ما تعاقد مع مارسيل كولر قال لك جايبين مدير فني من البيت وبقى له سنتين ما بيمرنش، الراجل نجح بامتياز وحقق العلامه الكامله، برضه بيتهاجم. لعيبه النادي الاهلي بتجيب صفقات اساسيه في منتخب مصر بتتهاجم، النادي الاهلي بيكسب بيتهاجم، بيريح الاساسيين بيتهاجم، بيلاعب البدلاء بيتهاجم، بيخسر مباراه تحصيل حاصل بتلاقي فرحه عارمه على مستوى الخصوم. ليه؟ لان الموضوع انقسم بين بطل الدوري وفريق فاز على بطل الدوري وفريق احتفل مع الفريق اللي فاز على بطل الدوري. فهو ادي دي الانجازات اللي ممكن انديه تحتفل بيها، لكن احنا كنادي اهلي على مستوى البطولات، على مستوى الانجازات، على مستوى اللعيبه، عندنا هداف افريقيا، عندنا ابطال افريقيا، كاس عالم الموسم ده والموسم القادم، يعني احنا كنادي اهلي التارجت بتاعنا ما حدش هيشغلنا عنه. ولكن
لزوم الشو ولزوم ملء الساعات في البرامج والكلام ده لازم يجيبوها او يحطوا اسم النادي الاهلي والا محدش هيتفرج. ولكن بقى الموضوع وانت اكيد هتتطرق ليه اثناء الحلقه انك تحاول تعمل فتنه، لا ده اللي مش مسموح لك بيه. انت انت بتنتقد وبتتكلم بحجه انك بتتكلم فني وبتتكلم عن كره قدم مع انها بعيده كل البعد عن الانتقادات يعني. لا هو السؤال هنا يعني ايه اللي دخل الجنسيه في الموضوع بالظبط؟ يعني ليه قصه بقت مصري ومغربي؟ على فكره الواقعه دي عادي جدا بتحصل بين اي اثنين لعيبه. هو ريكاردو يا صاحبي، هو جمال حمزه لما ضرب ريكاردو بالقلم على وش، وهما الاثنين في فريق واحد، كانت محاولات لهدم العلاقات المصريه البرازيليه. اي كلام، انا بقول يعني بص المحاولات مش هتخلص. مش دي حصل، هي الفكره انه لما يبقى في عدم ادراك لمسؤوليه او لخطوره تاثير حاجه زي كده في التناول عندنا هنا في مصر، واحنا مش مدركين انه في ناس كتير جدا ممكن تتصيد اللي بيحصل ده، وده حصل بالفعل. انا شفت حاجات النهارده على السوشيال ميديا في عند اشقائنا في انا طبعا ما عنديش شك انه على المستوى الشعبي قبل ما يكون على المستوى الرسمي، انه المشاعر الطيبه والحقيقيه ومشاعر الود والاحترام اللي موجوده بين المصريين والمغاربه واضحه في مواقف كتيره جدا. في حاجات بتبان بشكل جمعي، مش محتاجه حد يحركها، مش محتاجه يبقى في توجيه ليها، بتبين اللي موجود في القلب. وانا متاكد انه المشاعر بين الشعب المصري والمغربي مش ممكن ابدا رياضه كره القدم، مش مباراه في كره القدم، رياضه كره القدم تاثر فيها. لا هي ظهرت اثناء كاس العالم يا استاذ احمد، مصر كلها وظهرت مع الاهلي في كاس العالم. انت مش رحت لعبت في كاس العالم؟ لا احنا كمان احنا بنتكلم عن مشاعر المصريين تجاه المغرب، ظهرت اثناء كاس العالم. مظبوط، الجمهور المصري كله وكان منتخب مصر اللي بيلعب في كاس العالم، نفس الفرحه نفس الحب نفس التشجيع. وانا عملت مداخلات كتير مع لاعبين كبار ومع صحفيين في المغرب، قالوا انه اللي احنا لمسناه من الشعب المصري على وجه الخصوص ده كان تعبيرهم شيء اسعدنا جدا في المغرب. وانت كاهلي لما رحت لعبت في المغرب ولعبت ماتشاتك وحضر جمهور مغربي وشجعك ووقف في ظهرك، ده مش ممكن يكون ابدا يعني طريقه موجهه والاستقبال هنا ليهم من الشعب المغربي تجاه اشقائهم الشعب المصري. فبالتالي محاوله تصدير ده على انه مشكله او افتعال، ده افتعال مشكله بين دولتين او بين شعبين شقيقين، في ناس بتصطاد تحب تصطاد الحاجات دي وتصدر التوتر وتصدر او تأجج الفتن يا بلال. وده للاسف شديد جدا احنا ما ادركناش خطورته وفي من اجاد استغلاله. طبعا، وده على فكره اتكرر الموسم ده كتير، اتكرر مع في احداث مباراه الهلال السوداني، اتكرر مع هي محاولات. انا بقول لحضرتك محاولات مش هتنتهي، الهدف منها مش زعزعه الاستقرار في العلاقات بين مصر والمغرب او النادي الاهلي والانديه المغربيه، لا الهدف منها محاوله هدم الحاله الفنيه اللي عليها النادي الاهلي دلوقتي او اللي وصلها النادي الاهلي. في ناس مستكتره على النادي الاهلي ان هو يكون النادي اللي بيفوز بكل البطولات، رغم انه فاز فوز مباشر على كل المنافسين الموسم دوت، ولكن هم مش معترفين، فمش هو مش عارف يوقعك، فيعمل ايه؟ يستقوى باطراف اخرى بقى. كل ما تيجي تواجه منافس يروح له ويقول له يصدر ويحاول يصدر مشكله عشان خاطر ان هو يبقى ايه. انا على فكره انا كان ممكن اقبل الضجه دي، الحفله اللي حاصله دي، لو من جمهور، مش بس من جمهور، لا بتكلم على التعامل او التناول الاعلامي لقصه الشحات. اصل انا يمكن لما تبقى شويه بعيد عن الاحداث وبتقعد تقيمها شويه وانت مش فيها او انت مش مشارك يعني مش موجود في الدايره، لما بتبعد شويه وتبص من بعيد الصوره بتبقى بالنسبه لك اوضح بشكل كبير جدا. حاله الضجه دي كان ممكن جدا اتقبلها لو في نفس التعامل او نفس التناول في احداث او وقائع تانيه اكتر منها فداحه. على فكره احنا شفنا على شاشات التلفزيون مع الاهلي ومع غير الاهلي صور كوارث ومشاهد واعتداءات اقصى بكتير جدا واسوا بكتير جدا من اللي حصل بين الشحات وبين الشيبي. ورغم ده ما شفتش، شفت حاله هدوء، شفت حاله صمت، شفت حاله تشويش على اللي حصل ومر مرور الكرام. فيمكن لو كان في نفس التناول اللي حصل في الواقعه دي مع حاجات حصلت قبل كده كان ممكن اتفهم ده واحاول افهمه على انه مش تصيد او مش تلكيكه للنادي الاهلي، لكن قبل كده شفنا حاجات كتير قوي ما حدش اتكلم عنها. بص يا احمد، انا عايز اقول لك ان لو الناس لو بتتفرج على الدربيات القويه جدا بتاعت امريكا الجنوبيه زي بوكا جونيور وريفر بلات، كل النرفزه والمشاكل دي بتحصل عادي جدا في الملعب، موضوع بسيط جدا. هتلاقي حتى في اقوى بين ميلان والانتر الحاجات دي كلها تبقى طبيعيه جدا. اول الحلقه
كنت بقول يعني ممكن احطها في اطارها الطبيعي زي نطحه زيدان لماتيراتسي، عادي جدا، زي الالم بتاع ابراهيموفيتش نص لعيبه الدوري الايطالي كل الدربيات. انا عايز اجيب لك موهبه شهر زي عده لويس سواريز. مش عايزين ننسى الم جمال حمزه الريكاردو البرازيلي عشان نبقى ايه نحطه مع الاحداث. لا وفي حاجات وفي احداث كتير، في مواقف كتير بمناسبه ان ده الم وده الم بقى. ماشي بتكلم في، لا بتكلم ان في مواقف كتير لو اتكلمنا عنها في الكوره طبيعي جدا ان انت كلاعب كوره الموضوع، بس ليه انت بتخرج بره النطاق من موقف عادي جدا في الملعب او النرفزه عاديه جدا بتدخلها فعلا في اطار بقى سياسي وتدخلها في اطار دولتين والموضوع اكبر ليه بقى؟ انا وجهه نظري ان انت كفنيا او كرويا مش هتقدر تنافس النادي الاهلي، صعب. انت مش عارف تنافسه فعلا، مش عارف تجرد الاهلي الموسم ده بالذات، انت محقق كل البطولات، عامل ارقام قياسيه كبيره جدا، فانت بتحاول تبوظ فرحه النادي الاهلي وجماهيره. رقم اثنين انت بتحاول عايز تشوف ايه الثغرات او اي خطا، الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده مش حقيقي، لان خلاص الجمهور الاهلي بقى واعي. صحح لي كده المعلومه، بيراميدز ما حققش اي بطوله، ما حققش صفر بطولات، وحتى الهزيمه بلا طعم. ايوه الهزيمه بلا طعم والموضوع، لا انا ما بتكلمش على الماتش ده، الماتش ده ما يفرقش يعني، الماتش بالنسبه لنا طبيعي. وبيراميدز احنا بنلوم الموسم ده في بطولتين انت كسبتهم، انت ثلاثه، انت حرمته من ثلاث بطولات، ثلاث بطولات دوري وصيف وسوبر، وصيف وراك في كاس، وصيف وراك في سوبر، وصيف وراك في دوري بالظبط. فانت خلاص انت بتدور على اي حاجه، ما صدقت ان انت لقيت اي موقف، وموقف عابر جدا في كره القدم بيحصل حتى في الشارع. مش عايز اقول لك الفدراليه عمل ايه، خرج من، لا ده خرج من بدري من فريق في المركز ال 11 افريقيا، واللي هبط الفريق الجنوب افريقي هبط للدرجه الثانيه. فريق افتكرت صح بالظبط، ده الفريق اللي بعد ما كسب بيراميدز نزل على طول، نزل على طول بالظبط. فهو عايز يعني امازولو تقريبا بيقولوا لي ففكره المقارنه مش موجوده، فانت بتحاول تحاول تقربها باي والله هم لو لعبوا قدام الاهلي زي ما بيلعبوا قدام الاهلي كده في كل المباريات كل الماتشات ممكن يجيبوا لقب او بطوله حقيقي. هيبقى صعب بطوله في وجود النادي الاهلي برضه، هيبقى صعب يجيبوا لقب. سيراميكا حقق بطوله في منتهى الهدوء وعادي، ما فيش فيوتشر حقق بطوله، حرس الحدود حقق بطولات، طلائع الجيش حقق بطولات عادي. فكره البطوله مش هتيجي بالروح اللي بتحصل والكلام لا عادي، ممكن تكسب بطوله في منتهى الهدوء. سيراميكا كسب المصري 4 في منتهى الهدوء وفاز ببطوله غاليه. وفي فرق تانية بتلعب قدام يعني قدام الناس كلها بشكل عادي جدا، طبيعي جدا وعادي جدا، مفيش حساسيات، رغم ان هو بيكون ممكن يبقى في بينهم منافسه. يعني ما هو خلينا نتفق انه في مصر النهارده المنافسه بقتش على البطوله بس، المنافسه على صفقات مركز كمان. مركز لا مركز تاني ومركز ثالث ومركز رابع، ما الفرق من حقها تحلم بالمشاركه في دوري ابطال افريقيا حتى لو ما خدتش لقب بطوله الدوري بالزبط. فبالتالي في منافسه بينك وبين الانديه، لكن بتحس ان في حاله ود كده لا يعني حاله تقارب، مفيش حاله التحفز او حاله محاوله الاستفزاز. انا وانا بتفرج على الماتش يا احمد حسيت ان بيراميدز كان المباراه دي ببطوله. يعني لعيبه النادي الاهلي يعتبر خلاص حسمت الدوري وبتلعب بهدوء تماما. على فكره انا معاهم جدا في فكره انه يبقى عنده دوافع، مش انا قلت لو بيكلمني في ماتش في كوره فرقه عندها كل الدوافع في مواجهه فريق انا هالموسم، بس خلي الدوافع دي عندك من اول الموسم. انا فاهم، بس الفكره انه انا ما اقدرش الوم انه عنده دافع يكسب الاهلي. انت بلغه الكوره وجعته، حرمته من ثلاث القاب كان ممكن يحقق على الاقل لقب واحد فيهم. ففاهم انه سيدي حتى اللعيبه نفسها لو النادي مش فارقه معايا اللعيبه نفسها عايزه ترد اعتبارها. لكن فكره انك انت تاخدني لصراع بره كره القدم او انك انت تحاول تصدر لي انا ازمه او تصدر مشكله للبلد، دي بالنسبه لي مش قادر افهمها. انا كمان الموقف ده كان ممكن يحصل في السوبر برضو، كان برضو يعني نفس الموقف تقريبا شابه، وكان بيحاولوا برضو يعني يصدروا، لكن النادي الاهلي طبعا لما حسم المباراه ساعتها وكسب ساعتها مباراه السوبر اعتقد خلاص الموضوع اتغطى. لكن لما هو بقى حقق الانتصار المباراه دي فلا، مش عايز اقول ان هم استغلوا الموقف، معتقدين ان هم ممكن ياثروا على الجماهير على هامش ده. انا حقيقه حابب اطالب، واحنا لسه هنبدا موسم جديد، وانا شايف انه اللائحه عندنا الخاصه بالضوابط بتاعه المسابقه والعقوبات ناقصها كتير، محتاجه شغل كتير جدا. كل مشكله بتحصل بنخش في دايلما ازاي يجب التعامل معاها وازاي نقف عندها وايه هو ممكن يكون اليه العقاب وايه هو حجم العقاب، ومش هينفع نفصل في كل مره. فبيتهيألي يجب وضع ده في الاعتبار. الجزء الاهم على هامش ده كله، لانها يمكن مش اول مره تحصل، تاني تالت رابع عد زي ما انت عايز، وممكن اجيب لك من التاريخ كتير، فكره التعامل مع الجماهير او محاوله الاساءه او توجيه اهانه او خليني اسميها استفزاز الجماهير، اي الجماهير مش بس بتكلم عن الجماهير الاهلي، وكيف يجب ان يتم التعامل معها. ودي واقعه اتكررت مع جمهور الاهلي اللي طبعا ما كانش مالي المدرجات، واللي بيتهيألي ان الجمهور لو كان مالي المدرجات
كان هيبقى صعب شوية على أي لعيب إنه يفكر إنه يعمل اللي بيعمله ده. بالظبط، يعني يمكن احنا في البدايه عايزين نقول ان الفعل اللي صدر من حسين الشحات خطا باعتراف اللاعب وباعتراف النادي الاهلي اللي بادر على طول بتوقيع عقوبه وعقوبه كبيره على اللاعب، واللاعب تقبل العقوبه من النادي وتقبل العقوبه من لجنه المسابقات، ولم يغادر حسين الشحات الملعب الا وهو معتذر ومصافح للاعب اللي صدر ضده الفعل، اللي في حسب وصف حسين الشحات ان ده رد فعل على تصرفات اللاعب زي ما حضرتك بتقول اللي اثارت استفزاز طبعا اللاعب. وبالمناسبه انا كنت موجود في الملعب واللاعب تعمد ان هو يعمل حركات، حتى انا لما اتكلمت مع بعض اللعيبه في النادي لا هو يعني تعمد اثاره اللعيبه بشكل كبير، اللاعب ده بالذات يعني ما اعرفش ليه، مع ان موجود لعيبه هي الواقعه دي مشابهه على فكره لواقعه باهر محمدي في ماتش الاهلي والاسماعيلي. بالظبط بالظبط، يعني فكره انك انت تتعامل على الجمهور. انا بس واحد عايز اقول يعني للاعيبتنا قبل ما اكلم اي حد تاني، انه ما يجبش انك انت يتم استدراجك للحته دي. وجمهور الاهلي مش محتاج حد يدافع عنه ولا محتاج حد يرد نيابه عنه، لان في كتير من اللعيبه ممكن تستخدم الحته دي في جلب تعاطف يعني مش بس جلب تعاطف، خروج لعيبه عن تركيزها، كارت احمر هنا، تطور المشاده لعنف او لاي خروج عن النص، وبالتالي اللي بيدفع الثمن في النهايه النادي. هو النادي الاهلي. فهي الفكره بس انه ما تخليش نفسك مدافع عن جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي كفيله جدا جدا ان هي تحط اي حد تحت ضغط طبعا. بالزبط. لا فهو احنا بنتكلم احنا بنتكلم في قصه اثاره جمهور النادي الاهلي، ما حدش هينجح لان انت احنا قلنا قبل كده في بدايه الدوري ومع مباريات افريقيا ان اوعى تلعب مع جمهور النادي الاهلي، مش اوعى تلعب مش عشان حاجه بس انت مش قد جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي لو ضغط عليك في الملعب مش هيخليك تلمس كوره بطرق التشجيع بدون الخروج عن النص او دون الخروج عن الاطار التشجيعي، فانت ما تلعبش ما تستفزش جمهور النادي الاهلي، انت استفزت جمهور النادي الاهلي في السوبر وخسرت في الامارات وخرجت فريقك عن تركيزه بالمناسبه كان نفس اللاعب. فالمباراه تحصيل حاصل، النادي الاهلي اتحرم ممكن بسببها ان هو يعمل دوري اللا هزيمه او يعمل الابناط، ولكن في النهايه انت بتنافس نفسك. يعني انت لو كنت حققت 90 بونت كنت هتكسر رقم النادي الاهلي، لو كنت عملت الدوري اللا هزيمه كنت هتكسر رقم جيل في النادي الاهلي. فدي المباراة خسارة، أنا أعتقد فنيا بقى بعيد عن الأحداث اللي هم خدونا فيها، لا فنيا خسارة جت في وقتها أنا في رأيي لتجديد الدوافع لتصحيح الأخطاء للوقوف على مستوى بعض اللاعبين. وأنا أعتقد أن كولر المباراة دي بالنسبة له مليئة بالدروس المستفادة اللي هيشتغل عليها في الموسم القادم. عايز تقول حاجة قبل ما نروح للموسم القادم؟ عايز أقول بس أن نفس الموقف فعلا بتاع الإسماعيلي ده، محمد هاني راح لباهر المحمدي عشان يقول له ما تستفزش الجماهير الأهلي، هو برضه رد فعل باهر المحمدي ومحدش علق عليه ساعتها، يعني باهر محمدي عمل رد فعل طبعا احنا كلنا شفناه ساعتها، حتى ما خدش غير انذار. فالموضوع عايز اقول ان يعني باهر محمدي برده راح استفز جماهير النادي الاهلي وشاور ان هو مش تنزل درجه ثانيه، طب العب كوره عشان ما تنزلش درجه ثانيه. بتقول لي جماهير النادي الاهلي ليه؟ يعني انت عايز تنزلش درجه ثانيه العب كوره في الملعب عشان ما تنزلش، جماهير النادي الاهلي مالهاش علاقه بالموضوع، مش هي اللي هتنزلك درجه ثانيه. فمحمد هاني قال له ما تتكلمش مع الجماهير برده بطريقه شياكه خالص، لكن باهر محمدي برده رد فعل كان ايه قوي، واعتقد برده ما حدش اتكلم عنه خالص والموضوع عدى عكس موضوع حسين. عايز اقول ان دي برده مواقف بتحصل في الملعب عادي جدا، لكن فكره تصدير موقف حسين الشحات ده عشان اهداف ثانيه غير موضوع الكره خالص. طيب خلينا نروح للواحد يعني هل تعتقد انه الضغط الجماهيري، انا عارف طبعا انه اي لاعب بيلعب في نادي الاهلي بيتعرض لكميه ضغط غير طبيعيه، مش ضغط مباريات ولا ضغط من الجهاز الفني ولا ضغط من الاداره بقد انه ضغط هو جواه شخصيا، لانه عنده رغبه في انه يحقق كل الالقاب الممكنه ويفرح الجماهير، وضغط ناتج يمكن من الجمهور نفسه يا بلال. انت عارف يا احمد انه انت جايب 5 بطولات وخسرت ماتش تحصيل حاصل، انا بيتهيالي انه في العقل الباطن عند اللعيبه ذهنيا اللعيبه حاسه انها لعيبه جايبه 5 بطولات بالزبط. ما فوتتش بطوله، جايبه اهم بطوله دوري ابطال افريقيا، لعيبه رايحه تلعب سوبر ليج ورايحه تلعب تشامبيونز ليج ورايحه تلعب كاس عالم ورايحه تلعب سوبر افريقي، يعني مفيش فريق في العالم عامل بيتهيالي مفيش فريق في العالم عامل ريكورد بتاع الاهلي، ومع ذلك بيلعب مباراه تحصيل حاصل ملهاش لازمه ومحطوط تحت ضغط
ما ده بقى ده دور جمهور النادي الاهلي. يعني احنا لازم نقول ان لجمهور النادي الاهلي ان في اوقات في وقت من جمهور الاهلي كله ولا جمهور الاهلي على السوشيال ميديا؟ لا عامه بصرف النظر يعني عمتن. الفئه اللي هي بتحط اللعيبه تحت الضغط السلبي انا بسمي الضغط ده ضغط سلبي. يعني في ضغط ايجابي بيحصل وقت ما يكون النادي الاهلي داخل على مباراه حاسمه زي مباراه الهلال، مباراه نهائيه زي مباراه الوداد، لازم الجمهور يضغط على اللعيبه ان احنا مش هنقبل ان اللقب يضيع، ان احنا مش هنقبل بالخساره. الكلام ده كله ضغط ايجابي بيولد عند اللعيبه روح وقوه ودوافع والكلام ده كله. ولكن في وقت من الاوقات انا كجمهور دوري ان انا دوري الاساسي ان انا داعم للفريق. في وقت بقى من الاوقات وده الوقت الحالي ان انا ارفع الضغط عن لعيبتي، ارفع الضغط عن اداره النادي، ارفع الضغط عن كل مكونات النادي. بمعنى صح انا لما الاقي الاعلام ومسؤولين انديه اخرى بيتكلموا وبيقللوا من النادي الاهلي بسبب هزيمه هي في النهايه هزيمه مباراة لا قيمة لها على مستوى النقاط، على مستوى انت بتخسر مباراة مش بتخسر لقب، ووارد انك تخسر لقب بالمناسبة يعني صحيح. فانت ما تبقاش انت كمان كجمهور عامل مساعد للأطراف اللي هي بتحاول ان هي تصدر الضغط لعيبتك بعد ما حققوا الانجازات دي كلها بسبب مباراة. لا انت واجب عليك انك ترفع الضغط تماما. وانا بوجه دور او بوجه رسالة للجمهور بالذات اللي حاضر في الملعب. يعني يمكن الجمهور احنا مش هنعلم الجمهور طبعا كلهم مش مزايده والله، ولكن في اوقات بيجب على الجمهور ان هو يخلق حاله من الـ يعني الحاله التشجيعيه تبقى مختلفه. يعني ما ينفعش انا اكون بلاعب حرس الحدود وانا في احتفاليه الدوري وانا بحمس كاني في نهائي افريقيا في مباراه بيراميدز نفس الكلام. لا ما ده بيعمل ده بيعمل عند المنافس حتى، ويمكن هم حسوا بقيمه الانتصار من ان هم احنا ادينا لهم احساس ان المباراه ولكن احنا لا انا كان نفسي احنا بعد المباراه نحتفل مع جمهورنا نستبدل التيشيرتات نعمل عادي. احنا انت فايز بلقب زي ما بالمناسبه مانشستر سيتي لقب بطل الدوري الانجليزي خسر اخر مباراه في الدوري 2-0 ما حدش حس ولا حد اتكلم. طب انا اسالك سؤال، هسال مصطفى الاول سؤال. لو كان كولر، انت عارف انه في 12 لاعب من الاساسيين اداهم كولر ماتش المصري بالظبط كده، لو كان كولر خد القرار ده قبل ماتش بيراميدز، انت شخصيا كواحد من الجمهور كنت هتتقبله؟ انا شخصيا يعني كنت هتقبله. بالنسبه اللي شايف ان اللعيبه كانت محتاجه راحه كنت هتقبله، لكن الجمهور السوشيال ميديا ما كانش هيتقبله. لان جمهور السوشيال ميديا مشكلته ان هو دايما يعني طبعا هو النادي الاهلي عود جمهوره كله على المكسب دايما. سواء مباراه تحصيل حاصل، مباراه مش تحصيل حاصل، لكن هو عود الجماهير. كان عندك ماتشات تحصيل حاصل وكنت فقدت البطوله والجماهير استقبلت قرار إراحة اللاعبين الموسم اللي فات بالظبط، يبقى المنطقي اكتر انك لما تكون حاسم اللقب وحاسم البطوله بالزبط. وتاخد قرار تريح اللعيبه يبقى ده طبيعي جدا. شيء مقبول وطبيعي جدا. وشايف ان قرار إراحة اللعيبه الموسم اللي فات اعتقد هو من رقم واحد من اسباب النادي الاهلي بيحقق انتصارات، اللي هو من اهم الاسباب طبعا يعني ده. مجلس اداره النادي اخذ قرار ساعتها تاريخي بالنسبه لي، شايف ان هو قرار مهم جدا. فاعتقد ان طبعا مستر كولر كان برده الناس لازم تفهم ان هو كان بيفكر في ان هو عايز يعني يحقق رقم قياسي الدوري بلا هزيمه، وكان برده بيحاول يعمل روتيشن يريح اللعيبه بطريقه في نفس الوقت يحافظ على اغلب القوام موجود. لكن بتحصل يعني الموضوع طبيعي جدا، اللعيبه خلاص الدوري اتحسم فبالنسبه لها الدوافع قلت شويه. فتجديد الدوافع وزي ما بلال قال ان الهزيمه دي هي جت في وقتها من وجهه نظري. يعني هي جت في وقتها لان خلت كولر بعد الهزيمه دي اخذ القرار اللي هو ما كانش ممكن قادر ياخده، اللي هو ريح اللعيبه ال 12 لعيبه اللي هم ريحهم، لان هو كان اكيد لو كان حقق الانتصار او كان اتعادل ما كانش هيريح زي ما في مباراه الحرس. لكن هو خلاص الموضوع بالنسبه له لا خلاص انا هريح اللعيبه لان هو محتاجهم. مباراه الداخليه دي بطوله ثانيه، مباراه الكاس في الداخليه في الكاس بطوله ثانيه، دي بالنسبه له اهم بكتير من مباراه بيراميدز اللي هي اعتقد ما لهاش اي هدف او حتى خساره بلا طعم يعني. وبالمناسبه عشان احنا دايما بنقارن في الاحسن او في الافضل يعني، وانا دايما بقعد اقول بصوا اوروبا بتعمل ايه، بصوا على الدوريات الكبرى، بصوا على شكل المسابقه، بصوا انجلترا كانت فين من 30 سنه او البطوله الانجليزيه كانت فين، بريمير ليج كانت فين من 30 سنه فاتت والنهارده بقت فين، بصوا على العكس الدوري الايطالي كان ازاي في يوم من الايام والنهارده بقى ازاي، وبعد ادي امثله بالتحكيم وبالملاعب وبالتصوير وبالجمهور. لكن خليني اقول لك انه في ملاعبهم في اوقات كتير جدا في كل الملاعب مش في دوله معينه ومش مع نادي معين، واخرها طبعا ازمه فينيسيوس جونيور الكبيره جدا في ريال مدريد، في اعتداءات واهانات بتصل لدرجه العنصريه واضحه ومتكرره بشكل كبير جدا في الملاعب والبطولات الاكثر تقدما. ده عمره ما كان مشهد من المشاهد عندنا هنا في مصر، وعمرنا الحقيقه ما شفنا في اي لحظه من اللحظات اي لاعب محترف عربي كان او من اصول افريقيه بيتعرض لاهانه بهذا الشكل.
وبالتالي دي واحده من الحاجات اللي يجب ان احنا نرسخها وان احنا ناكد عليها، مش نحاول نوصل صوره او نصدر صوره معاكسه تماما لحقيقه الامور على ارض الواقع. وتعالى افكركم، الدوري المصري محترفين اجانب لعبوا في انديه مختلفه وقدروا ان هم يكتبوا قصه نجاح وقدروا ان هم يكونوا هدافين حتى لبطوله الدوري. تعالوا نفتكر كده مجموعه من اهم الاسماء ونرجع نكمل كلامنا عن بدايه المشوار وعن اللي جاي. الناس اللي مركزه قوي واخده بالها من الارقام وشافت الحلقه من اولها، الفوارق في الارقام بين ارقام علي معلول وامادو فلافيو عشان دي مشاركتهم او اهدافهم اللي سجلوها في بطوله الدوري المصري، ملهاش علاقه بالمشاركات الافريقيه مع النادي الاهلي اللي بتجيب اجمالي الاهداف، فبالتالي في فوارق طبعا في عدد الاهداف بالنسبه لمعلول او علولو وامادو فلافيو. خلينا نروح ل بدايه المشوار. اولا ابتدي من نهايه مشوار السيزون ده اللي عندنا فيه ثلاث جولات متبقيه او ثلاث جولات محتمله، لان محدش عارف ماتش الداخليه، احنا بنتكلم عن ماتش كاس، كسبته هتروح للي بعده، لا قدر الله خسرته يبقى مش هتكمل، يبقى السيزون انتهى بالنسبه لي. شايفين تعامل مستر كولر ازاي اللي بدا من مرحله بيراميدز، فكره انه عينيه على موسم جاي صعب جدا جدا جدا، لعيبه الاهلي هتستنزف فيه حرفيا كان الله في عونهم، وده هيبقى ليه علاقه كمان بكلامنا عن سكواد الاهلي، لانك السنه الجايه اعتقد انك ما ينفعش وما يجبش انك يكون عندك اقل من فرقتين. دي حقيقة. 15 و15 يعني مقسومين كده 15 و15، كواليتي، انسجام، حفظ وقدره على تطبيق فكر مستر كولر عشان تقدر تلعب كل البطولات دي. شايفين ازاي نهايه الموسم ده وايه الحاجات اللي يقدر يعدي بيها مستر كولر الموسم ده باقل خسائر ممكنه على مستوى الاجهاد وعلى مستوى عدد الماتشات، واكثر مكاسب ممكنه على مستوى تجهيز الناس اللي كانت بعيده، اختياراته في العناصر، تحديد احتياجاته في الموسم اللي جاي. هبدا مع مصطفى. شايف طبعا ان هو بدا بدايه اللي هو بدا يريح ال 12 لعيب بتاع المباراه المصري دي خطوه مهمه جدا. اعتقد رغم ان مباراه المصري جماهيريه وطبعا احنا عارفين مباراه المصري طبعا بتبقى برده ليها اجواء مختلفه. لكن كده هو خلاص اخذ القرار، خلاص الهدف اللي هو كان في يعني عايز يحققه خلاص ما اتحققش، فخلاص عادي جدا ريح اللعيبه عشان يبقوا جاهزين معاه في مباراه الكاس، مباراه الداخليه، لان مباراه الداخليه احنا لو كسبنا مباراه الداخليه هنخش على مباراه قبل النهائي مع نادي انبي، فاعتقد ان هو محتاج كل القوام موجود معاه في مباراه الداخليه. فده رقم واحد هو شايفه اللي هو دي راحه اللعيبه. اعتقد ده مهم جدا. تراهن اكتر على الناشئين ولا تراهن اكتر على الاساسيين في السكواد اللي ما كانوش بيلعبوا؟ بيلعبوا. وهل في حد من الناشئين عينك عليه يا احمد تتمنى تشوفه في ماتش بكره؟ حد من الناشئين يعني زعلوك اعتقد هو لعيب كويس جدا، فاعتقد ان هو ممكن يبقى مكسب للنادي الاهلي، لو انا اعتقد ان انا هشوفه بكره في مباراه المصري هيبقى مكسب للنادي الاهلي، واعتقد هيبقى يعني هيقدم مباراه كبيره. ده في الناشئين، واعتقد ان اللعيبه خلاص يعني لما تبدا برضو تلعب باريحيه، لعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب المباراه اللي فاتت اعتقد هتبدا تظهر زي كريم الدبيسي، اعتقد ان هو هيقدم مباراه كبيره، محتاج وقت كريم الدبيسي. القندوسي وكريستو ايضا برضو يعني خلاص الضغوطات اتفكت، فاعتقد برضو ممكن يبقى في المباراه المصري دي تبدا تشوفه. اعتقد اللي هو اخذ مباراه الداخليه، مباراه الداخليه طبعا هي مباراه كاس وكل حاجه، لكن برضو انا شايف ان برضو محتاج يدي اللعيبه دي، لان هيبقى المباراه النهائي وقبل النهائي تبقى اقوى بكتير. وطبعا كل السكواد بتاع النادي الاهلي مع كولر هو من اول ما بدايته مع النادي الاهلي مخلي كل اللعيبه جاهزه، ومخلي اللعيبه كلها عندها استعداد للعب في اي وقت، وده اللي هو بصراحه انا بشوف ان هو خلقه في النادي الاهلي. تخشها زي بلاد، تخشها تحت ضغط المكسب والخساره، يعني في جمهور مستنيك تكسب المصري، واه في جمهور هيزعل لو تعادلت او خسرت المباراه، واه في جمهور هينتقد كولر لو بدا بتشكيل مش
اللي هو من وجهه نظره زي ما حصل يعني او زي ما ده طبيعي جدا على فكره، وما يعني ما يضايقش مفهوم الجمهور زي جمهور النادي الاهلي. لكن فكر فيها انت ازاي، فكر فيها على انه يمكن بريح 12 من الاساسيين لكن في النهايه هلعب على مكسب، بلعب لعيبه من الناشئين لسه طالعين متصاعدين، بس عايز اشوفهم او عايز اختار منهم. يعني ايه اللي ممكن تكون عايزه من الماتش المصري كمارسيل كولر؟ يعني انا لو في مكان مستر كولر، طبعا في مقوله كانت بتتقال كده زمان، كان يقول لك اعمل الصح. اعمل الصح من وجهه نظري انك تريح القوام الاساسي اللي ممكن كمان يمتد لاكثر من 12 لاعب، وتلعب بلعيبه ما لعبتش كتير الموسم ده من اللعيبه الكبار زي رامي ربيعه، زي السوليه لو جاهز، زي طبعا القندوسي وكريستو، اللعيبه الكبيره خالد عبد الفتاح انضم في يناير. يعني كل اللعيبه اللي موجوده من القوام الاساسي وما لعبتش كتير او ما شاركتش كتير، في النهايه يا جماعه دول اسمهم لعيبه نادي اهلي. يعني مختلفين ومميزين عن اي لعيبه اخرى في انديه اخرى، مع احترامنا الكامل الانديه، ولكن النادي الاهلي طول عمره. هتحط اللعيبه دي تحت ضغط؟ لا انا مش هحطها تحت ضغط. ولا بتقول لهم انزلوا العبوا كوره؟ لا انا هتعامل انا مش هقول لهم استمتعوا ولا هحطهم تحت ضغط، ولكن هحطهم امام مسؤولياتهم. احط اللعيبه دي قدام مسؤولياتهم. انا عندي مجموعه من الناشئين المفترض ان انا بعول عليهم الموسم القادم، ان في حاله غياب مثلا لاعب زي علي معلول ان كريم الدبيس هو اللي هيشيل. فهل انت تقدر تشيل يا كريم؟ خد العب وريني، اثبت لي نفسك، وريني ان انا اقدر اعتمد عليك، او اكد لي وجهه النظر ان انا بثق فيك وبدفع بيك. تمام، لاعب زي احمد نبيل كوكا شارك وادى مباراتين، ويمكن دي كانت علامه الاستفهام الابرز بالنسبه لي انا شخصيا في مباراه بيراميدز، ان احمد نبيل كوكا ما بداش. دي علامه الاستفهام الابرز بالنسبه لي. عندنا لعيبه ثانيه زي رأفت خليل، عندنا لعيبه زي محمد زعلوك الفرود. ده زعلوك يا جماعه، اللي على اليمين خالص ده، ستايل مختلف، انا بشوفه ان هو راس حربه. هو بيفكرني شويه طبعا، مع الفارق طبعا. فكرك بمين؟ انا مصري ولا كده؟ لا اجنبي. لا أجنبي. قلت لك لو قلت لك الجنسيه هتجيبه على طول. اقول لك انا اللي كان بيلعب في برشلونه مين؟ كان بيلعب مع ميسي، اسمه ايه؟ بويان حاجه. بويان لا مش راكيتيتش، بويان. لا انا بيفكرني بابره وهو صغير. ابره وهو صغير في اياكس. كان نفس الطول كده بنفس تصريف الشعر. انا بقول لك يعني يمكن مع الفارق طبعا، عشان ما حدش يطلع يقول لك لا جسمه خارج برضه الصراحه من صغره. لا بس هو زلاتان طور جدا، تحول. لا تحول بعد ما راح اليوفنتوس. مره انا وصديقي زلاتان فمره انا وصديقي زعلوك، فزعلوك لا راس حربه مختلف عن الموجودين. احنا اتفقنا يمكن في الحلقه اللي فاتت ان كهربا وشريف شويه ستايلهم قريب من بعض، زعلوج مختلف، راس حربه قوي، يقدر بيجيب ضربات الراس. انا يمكن شفت له والله انا شفت الفرقه دي فيديوهات، شفت الفرقه دي كان كنا على القناه هنا بنعرض لهم ماتش فيها لعيبه كتير مميزه، فيها لعيبه كتير جدا، حسام عادل وابراهيم عادل. انا بس طبعا نسيت يعني، انا جيت انا فاكر بعد الماتش، على طول يعني كنت كتبت الاسماء اللعيبه اللي لفتت نظري كده، وقلت ان انا شفت لعيبه عندها كوره تقول ان مستقبل الاهلي على فكره يا جماعه مطمئن جدا. بس طبعا مع الوقت يعني الاسماء مش حاضره دلوقتي، لكن عندنا لعيبه كوره، شفت لعيبه كوره كبيره، لعيبه بالظبط. يعني في احمد عابدين ده مدافع مميز جدا، في طبعا حسام عادل وابراهيم عادل دول توام، لعيبه كويسه جدا. في طبعا زعلوك، مش عايزين ننسى حد، في عمر سيد معوض اللي بالمناسبه بيعمل فتره معايشه في اوروبا حاليا، لاعب مميز جدا. فلا قطاع الناشئين مليان. فانا عشان كده احنا بنتكلم ان انت ككولر ما تصعبش الموضوع على نفسك، ما تضغطش نفسك تحت حته الفوز والخساره، ولازم ثقافه الجمهور تتغير. لازم انا اتقبل، انا قاعد بتفرج بكره على النادي الاهلي، انت عندك بيلعب النادي المصري. الفرقه اللي معاك دلوقتي عد معايا كام واحد طالع من قطاع الناشئين او بدايته كانت في قطاع ناشئين النادي الاهلي؟ محمد الشناوي، محمد هاني، الشناوي، ربيعة، هاني، عبد المنعم. عبد المنعم اربعه. في محمد اشرف في الباك ليفت بيشارك. عبد القادر برضه. خلينا ناخدها بالمراكز. مصطفى شوبير في حراسه المرمى طبعا، ابن النادي الاهلي، وحمزه علاء. عندنا ده من سكواد النادي. عندنا في كوكا، عندنا احمد نبيل كوكا، عندنا محمد فخري، عندنا لا فخري من محل، جالنا صغير يعني، جالنا 16 جالنا 16 سنه. عندنا طبعا في الهافات عندنا احمد عبد القادر. عندنا كهربا على فكره، كهربا شريف، كهربا شريف من دجله، يعني ناشئين دجله، كهربا ناشئين النادي الاهلي،
يعني حوالي 10. وطبعا ربيع وعندنا عندنا سكواد كبير جدا من ابناء ايمن اشرف طبعا كان موجود ومشي. كل دي لعيبه من قطاع الناشئين في النادي، وحتى المجموعه اللي صاعده تطمن يعني. عشان كده انا بقول لك كل اللعيبه دي تحط قدام مسؤولياتها. أيوه. انا لما انا على فكره بالمناسبه هو في اوروبا ما بيجيبش اللعيب ويقول له انت تحت الاختبار خالص. يعني لما تلاقي جوارديولا بيدفع بلاعب في وسط منافسات واحتدام المنافسه في الدوري الانجليزي وتلاقيه بيدفع بلاعب عنده 16 سنه، هو جوارديولا مش بيحطه في وسط المجموعه عشان يجربه. بيدري وجابي في برشلونه بالظبط، في برشلونه وفي منتخب اسبانيا. ريال مدريد راح جاب خطفنا منكم اردا جولير اللاعب لاعب عالمي عامل شغل كويس جدا في فتحش بس في صدرك سؤالك لاعب عالمي. احنا بنتكلم اسالك سؤال لسه عاملين المنتدى امبارح قبل ما يروح ريال مدريد. انا لا 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 كنت تعرفه قبل ما يروح؟ لا عرفت في المنتدى حصلت امبارح قدام ميلان. لا اتفرجت عليه شويه في بشكتاش يعني. اما سمعت عنه في بشكتاش بصراحه لاعب مهم جدا. وكانت اهو الهلال عرض على مبابي 300 مليون يورو وهتقفل مع ريال. بص كل سنه بيقول لك رودريجو بيسالوه مبابي جاي ريال مدريد، قال لك كل سنه بيجيبوه ريال مدريد. انا بقول لك قطار القلق. مش سمعت قصه 300 مليون؟ سمعت وعرفت كمان ان لا ان اتفقوا. لا لا دي جديده. لا ما اتفقوش. لا هو باريس سان جيرمان. طب عشان الناس تبقى عارفه، كلام على عرض من الهلال السعودي لانتقال كيليان امبابي للهلال من بي اس جي في مقابل 300 مليون يورو. الموقف 300 مليون اللي هم كانوا حاطينهم لميسي حطوهم لما ميسي راح انتر ميامي، قال لك طب ما نحطهم عند كيليان. لا هو الموقف الرسمي ان اداره باريس سان جيرمان سمحت لاداره الهلال بعد ما ابدت موافقه مبدئيه على العرض، سمحت بقى لاداره الهلال ان هي تتواصل مع امبابي. ولكن امبابي عامل خاصيه طبعا عامل خاصيه ما بيردش. انا فاهم طبعا امبابي غير على بيريز، بس لسه عليه بدري وممكن يفكر في قصه زي دي مثلا كمان خمس ست سنين. لكن هو عنده حلم الريال. لكن خليني اقول لك انه الهلال بالتفاوض بس فقط لا غير. يعني فكره انه الهلال يتحط اسمه على ميسي وان في مفاوضات وانه والد ميسي راح وانه والد ميسي جه وانه كيليان امبابي وانه في 300 مليون وفي فتح قنوات اتصال مع بي اس جي، ده مكسب كبير. مكسب كبير طبعا. من غير ما ندفع ولا يورو. فابريزيو رومانو قاعد الاسبوع ده ما اشتغلش غير على الهلال. انا عندي قائمه انتقال. ده جريزمان كمان في عرض متقدم لاساسي اتلتيكو مدريد على فكره بالمناسبه. روحي بلانكوس. عايزين نعمل بقى رهان انا واحمد مصطفى وانت معانا على مين اللي هيبقى بطل الحصان الاسود في الدوري السعودي السنه الجايه. بطل الدوري السعودي انا او بطل طبعا الدوري السعودي بقى. انا من دلوقتي براهن على الهلال السعودي من دلوقتي. سكواد لا انا شايف ان هو التدعيمات النوعيه بالنسبه لهم لا. ما انا اقول لك على حاجه، الهلال اهتم ما على فكره مين السوبر ستار خالص. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، الاتحاد قبل الصفقات جامد. ايوه صح، قبل الصفقات. سيبك بقى من نجولو كانتي وبنزيما. لا 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 جامد، هو جامد. هو الاتحاد اوريدي عنده فرقه تقيله. لما يجيب معاه خبرات ونجولو كانتي حتى لو ربع ب 40 50% من حمولته لعيب تقيل في نص الملعب. طب انت لما يبقى عندك كريم بنزيما، معلش كريم بنزيما لو بنص حمولته اللي كان عليها كريم بنزيما اللي جاب لكم كان هو. ايوه هو اللي جاب الريال صح، هو اللي جاب تشامبيونز ليج يا راجل. فالخبرات دي هتدي تقل برضه لل عايز اقول لك حجازي تقيله جدا في الاتحاد جدا. طبعا ما تفرحش بس السلام. لا السلام لا انا بتكلم ان تدعيمات الهلال بصراحه انا متفاجئ. جابوا يعني مين؟ جابوا مالكوم متروفيتش ومالكوم، جابوا روبن نيفيز من منتخب بيلعب دوري منتخب البرتغال، جابوا سافيتشي ده بالنسبه لي مفاجاه. سافيتشي بتاع لاتسيو ده لعيب جامد جدا. طبعا كولوبالي مع العناصر اللي موجوده اصلا. كولوبالي مكسب لينا والله للاتحاد جدا. والله نراهن عشان نكسب منه رهان ونخلص والله. لا بالعكس، كولوبالي مدافع كبير جدا يعني. انا كولوبالي مدافع كبير طبعا جداً بس مش هو كولوبالي بتاع نابولي. بس مش هو ايوه بالظبط، مش كولوبالي بتاع نابولي. هيبقى في يعني نسخه الدوري السعودي، هيبقى نسخه تشيلسي غير نسخه هو كده. هو راح على تشيلسي للاسف في اسوأ النهارده. الاهلي ساديو ماني هيجتمعوا النصر ولا الاهلي؟ النصر. كان الاهلي والنصر خلاص اتفقوا هيجتمعوا النهارده في اليابان عشان يوصلوا لصيغه. انا لو ساديو ماني راح النصر انا هشجع النصر، والنصر هيبقى هو بطل الدوري. انا كده كده بحب ساديو ماني وكريستيانو. هو انت كده النصر والهلال والاتحاد. انا مع حجازي لحد ما يرجع على الحلوه والمره اشجع ابن البلد. لا بس لا شك ان الدوري السعودي انا حاطط عيني طبعا على الاتحاد بشكل خاص، لانه الاتحاد هو يعني صفقات الدوري السعودي في حته وصفقات الاتحاد في حته ثانيه، لانه في الاتحاد بيجيب الاتحاد كمان بيجيب صفقات معينه يعني. بس ما بتقلقنيش بصراحه يعني في النهايه. بص والله صفقات الهلال مرعبه بصرف النظر يعني. بص يعني طبعا في امكانيات ماديه خرافيه. انت بتتكلم على انه يبقى في عرض للاعب ب 30 و 40 و 50، مش بقول لك ب 100 و 200، ب 50 مليون يورو.
ولاعيبه مع كامل احترامي ليها يعني ساديو ماني بالنسبه لي او رياض محرز طبعا لعيبه كبيره جدا جدا طبعا. بس ما هياش اللعيبه اللي ممكن بالظبط ترعبك تحدث الفارق وتخليك فاهم يعني انت لعبت الهلال وهو مدجج بالنجوم ولعبت الدحيل وهم مدجج بالنجوم ولعبت بالميراس ولعبت سياتل اقصد قصه بالنسبه لي في حته ثانيه عيني على الصفقات وعيني على الانتدابات لكن في النهايه انا ثقتي كبيره جدا في الاهلي مش بقى قدام الاتحاد ان شاء الله باذن الله باذن الله نعمل جيم كبير جدا لو ربنا اكرمنا في نهائي البطوله قدام السيتي اتمنى ان شاء الله باذن الله انا قابلت يعني صديق ليا سعودي بقول لك قدام السيتي خد بالك حط تحت السيتي دي 30 خط اللي ريال مدريد ما عملوش قدام السيتي ان شاء الله الاهلي الاهلي يعمله ان شاء الله صديق ليا سعودي اتحاداوي قوي يعني فاتفرج على ماتش الاهلي والزمالك فاتفرج فهم يعني من كلامي معاه والله احمد النادي الاهلي فعلا ليه هيبه يعني النادي الاهلي بيتعمل له الف حساب طبعا. مع احترام البنزيمة وكل النجوم طبعا لكن النادي الاهلي سمع جدا في السعوديه وبالنسبه لهم حاجه كبيره طيب قدامكم موسم ما حصلش قبل كده في التاريخ بطولتين مستحدثتين عندنا بطوله الدوري الافريقي اللي هي كانت مسماها سوبر ليج وعندنا بطوله العربيه ضيف عليهم البطولات التقليديه دوري ابطال كونفدراليه كاس سوبر افريقي دوري محلي كاس قديم كاس جديد كاس رابطه ضيف عليهم تصفيات كاس عالم ضيف عليهم كاس امم افريقيا ضيف عليهم اولمبياد باريس كفايه 24 كفايه انت تعبت حقيقي الكلام ده هيبتدي في شهر 9 يخلص في شهر 7 ازاي كمان في قرار صدر اعتقد ان حضرتك كده عارف ان الانديه اللي هتشارك في الدوري الافريقي ما تلعبش في المنافسات المحليه وده طبعا هيعمل لنا مشكله كبيره انت عارف الموضوع الناس اللي بتسهر بالليل مش هتسيبنا فيعني الموضوع بصراحه ضغط جامد جدا جدا الموسم القادم ضغط مباريات صحيح. ضغط يعني بطولات موسف بيكلمني دلوقتي في قصه كمان انه الدوريات الكبرى الدوريات الكبيره الدوري الاسباني الدوري الانجليزي مش بكلمك على الدوريات الصغيره بيعملوا توقف فتره توقف وراحه ومعسكر صيفي وفتره راحه وتوقف شتوي بالزبط. يعملوا فيها جولات سبونسرز مواجهات وديه فلوس مكاسب راحه ترفيه كسر اجواء التنافسيه فكره انه اللاعب يلعب تحت ضغط تنافسي طول السنه ده شيء مفيش بشر مرعب. ممكن يا احنا اللعيب مثلا لو نزل سيتي ستارز يوم كده خلاص هو ده اللي بيكسر الاجواء يعني ياخد اربع ايام اكتر حاجه يقدر يعملها لا الموضوع بصراحه محتاج اعاده ترتيب لحاجات كتير قوي لان انت عايز كمان تضع المنتخبات المصريه زي ما حصل مع منتخب المغرب في كاس العالم فانت بتبقى عايز تعمل نظام في الدوري يخدم على المنتخب لان المنتخب داخل على حاجات صعبه وارتباطات مهمه كاس امم افريقيا وداخل على كاس عالم مجموعه سهله جدا ما ينفعش ان انت ما توصلش عندك انديه زي النادي الاهلي بيشرف وبيمثل مصر في اكبر المنافسات فلازم تتحط اولويات سواء من الانديه لان انا كنادي اهلي نتكلم عن النادي الاهلي اللي خصنا النادي الاهلي لازم يحط اولويه بدليل ان النادي الاهلي بقى له موسمين بينسحب من كاس الرابطه او بيعتذر عن كاس الرابطه لان ما فيش وقت هيسمح ولا عندك مواعيد تقدر تلعب فيها كاس الرابطه فكره انه دوري شكله يتغير او يعني مجموعتين كده مثلا يعني ممكن تبقى مطروح ممكن تعمل سنه استثنائيه انا مع السنه ان يتعمل دوري مجموعتين سنه واحده استثنائيه عشان تقدر بعدها تعمل النظام اللي المفروض تعمله ولكن حتى لو اتعملت مش هترجع انا مش موافق برضه هيبقى نفس المشكله برضه هتفضل موجوده ما فيش فلازم لازم الانديه تحدد اولوياتها يعني النادي الاهلي يحدد الاولويه بالنسبه له التارجت اللي بيلعب عليه دوري بطوله افريقيا دوري افريقي انا شايف كده وكاس عالم طبعا البطولات يعني التانية لعيبه الاهلي اللي هتروح مع منتخب مصر في امم افريقيا مش هيبقى طموحها التتويج اكيد لعيبه منتخب الاهلي هتروح مع منتخب مصر مش هيبقى طموحها توصل كاس عالم لعيبه الاهلي هتروح مع منتخب اولمبي في اولمبياد باريس مش هيبقى هدفها ميداليه يعني ما فيش بطوله هيدخلها لاعب بالنادي الاهلي حتى اللعيبه اللي محترفه مع انت بتتكلم على تونس منتخب كبير بتتكلم على مالي منتخب كبير بتتكلم على جنوب افريقيا منتخب كبير حتى اللعيبه بتاعت الاهلي المحترفه من بره رايحه تكمل مشوار ضغوط مع منتخباتها فقصه سيزون جاي يعني كان الله في عون اللاعبين في المقام الاول والاخير طبعا استعرض معاكم نتيجه القرعه بتاعت الدور التمهيدي الاهلي يواجه الفائز من بطلي زنجبار واثيوبيا في دور 32 KMKM وسان جورج الاثيوبي صح كده مظبوط بيراميدز هيواجه الفائز من الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي
تمام. والايدين سهلين يعني مفترض. سهلين جدا. يعني الفرقتين دول هيتقابلوا في دور ال 64 والفائز منهم يطلع للمواجهه الاهلي في دور ال 32. مظبوط. طبعا تم استثناء الاهلي وبيراميدز من المراحل التمهيديه للبطوله. الزمالك بيراميدز ليه؟ ليه دي برضو بيراميدز ليه؟ ممكن منصف يقول لنا بس عشان التصنيف بتاعه مثلا في مشاركته في الكونفدراليه ممكن عشان وصل النهائي قبل كده. على فكره بتحس بعدد النقاط. يعني اكيد عنده عدد نقاط اكتر من الفرق اللي موجوده في دور. انا قصدي بعترض وخلاص يعني. لا 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 انت بتسال ليه المعيار. ما فيش مشكله. لا هو انا اعتقد ان هو اصل انت عارف ان انت تاهل قبل نهائي الكونفدراليه وتاهل النهائي بياخد فيها نقاط فاكيد عدد النقاط بتاع بيراميدز بتتفوق على الانديه الاخرى انه يشارك في ال 32 على طول. طبعا الزمالك وفيوتشر انا اتمنى له التوفيق جدا. يعني في اي فريق مصري في الاول والاخر بيلعب في افريقيا كده طبعا طبعا يعني نتمنى واتمنى التوفيق للزمالك حتى لو جمهور الاهلي زعل مني بس بما انه بيلعب في افريقيا اتمنى له التوفيق في مشواره. لاي نادي مصري وبيلعب في الكونفدراليه ما هو فيوتشر صح؟ فيوتشر فيوتشر في الكونفدراليه برضه مش هيشاركوا في دور التمهيدي. ما نتمناش الاهلي والزمالك في سوبر افريقي مثلا صح ولا لا؟ طبعا اعتقد لا مفيش مشكله. هو كل بس النادي يشتغل على اهدافه بالظبط وما ينشغلش ما ينشغلش بغيره وهينجح. ده بالنسبه خلاص لو ما انشغلوش بالاهلي مش هيبقى في نسبه مشاهده. طب ما يجربوا والله بجد ما يجربوا يعني عارف يجربوا العب على المضمون يا بلال. يعني انت هتنزل بوست بتهاجم فيه الاهلي هيرد عليك 50 مليون اهلاوي. هتنزل بوست بتهاجم فيه اكس واي زد محدش هيرد عليك محدش هيشوف. هتنزل بوست هتشيد فيه مش هتلاقي حاجه تشيد بيها هتعمل ايه؟ يعني حاطط ايدك على خدك. الانديه دايما بتبص فوق وكل ما يبص فوق يلاقوا الاهلي. فهي دي المشكله هم دايما باصين فوق. يلا نكمل يا احمد. طبعا النهارده يعني في نفس اليوم ده الاهلي ضم علي معلول وساعتها توج بالسوبر المحلي عام 2010. خلينا بس احنا مع دي اعتقد لقطات من القرعه. الدور التمهيدي المفترض انه هيكون في 15 ايه موجود في منتصف 9 شهر 9 مباراه الذهاب هتتلعب ب 15 و16 9 والاياب من 29 و30 ده فيما يخصنا احنا. يعني قبلنا طبعا هيبدا دور ال 64 احنا كان دور ال 64 هيتلعب في شهر 8 9 دور التمهيدي دور ال 64 في 8 دور التمهيدي بالظبط هيتلعب في شهر 8 طبعا في بعد كده بعد المواجهه للدور ال 32 بتبقى قرعه دور المجموعات او يعني مرحله المجموعات بيتم فيها عمل قرعه حسب تصنيف الفرق عشان يتقسموا على اربع مجموعات ودي يمكن بتبقى القرعه الاهم ودي بتبقى البدايه الفعليه ما لم تحدث مفاجات. بالظبط دايما بتحصل دايما ما عدا البطوله اللي فاتت. انا قلت احمد ان كانت دي من اقوى النسخات اللي اتعملت في بطوله افريقيا للنادي الاهلي توج بيها طبعا لان كل الفرق القويه كانت موجوده في ال طيب هناخد سيبك من المواجهه بتاعت ال 64 انا عايز طرف المواجهه 32 عشان نحاول نقرا كده شكل المنافسه في البطوله اللي جايه يا بلال. تمام يعني احنا معانا الاهلي احنا قلنا الاهلي هيواجه بعد كده الاهلي وبيراميدز الكبار بس تمام الوداد الوداد انت معاك القرعه؟ لا مش عارف يعني طب انا اتفضل معانا على الشاشه معلش لا مفيش مشكله يلا. الجيش الرواندي احنا قلنا بيراميدز خلاص الوداد الاهلي بيراميدز انا عايز الفرق اللي هتلعب دول 32 على طول سيبك من الفرق مواجهه ال 64 دي تمام فانت عندك الاهلي هيلعب 32 على طول بيراميدز هيلعب 32 وداد عندنا الوداد عندنا شباب بس هو برضو هنا كله هيواجه الفائز ماشي عندنا الترجي عندنا شباب بلوزداد بالظبط كده عندنا ماميلودي سان داونز اللي مش اللي بنسبه كبيره مش هيبقى معانا في المجموعه ليه دول بتقول كده؟ علشان هو هيتحط على راس مجموعه التصنيف هيحط سان داونز على راس مجموعه والاهلي على راس مجموعه ده اللي انا عرفته مش هيبقوا معانا ليه هيحطوا سان داونز على راس مجموعه؟ لان تقريبا لان الترجي لان الترجي او الرجاء حد فيهم احنا طبعا هنعمل تفصيله الكلام ده في حلقه ثانيه يعني قرعه الدوري يعني انا كنت شفت احصائيه او عن الفرق اللي فرق التصنيف الاول تقريبا كان سان داونز بس انا عرفت ان الترجي عاد مره اخرى الترجي انت عارف ان حسام البدري طبعا الصفاقس استعادل في المباراه واعطى بطاقه التاهل للترجي مره اخرى بعد ما كان الترجي هيبقى خارج دوري ابطال افريقيا الموسم القادم فالترجي عاد لبطوله دوري ابطال افريقيا فهل هيكون فرق مستوى اول او سان داونز لان المعلومه اللي كان عندي ان لو في حاله عدم وجود الترجي سان داونز هيصعد للتصنيف الاول لو سان داونز فضل تصنيف ثاني يبقى وارد يبقى معانا في يبقى معانا في المجموعه وده فالحسن مكتوب لنا كل بطوله جاي لنا صحيح لازم نعدي نكمل الكبار بعد الترجي وسان داونز بعد في بقى عندنا
الاهلي بني غازي وانيمبا. عندنا سلام الجنوب افريقي هيواجه الفايز من الهلال وبريميو دي اوجوستو. بريميرو دي اوجوستو كان عامل شغل برضو من موسمين تقريبا. وكان معاهم قصدك او اول اغسطس؟ لا هو اول اغسطس هو اللي كان، ما هو بريميو دي اوجوستو. بريميرو دي اوجوستو هو الجامع اول غسطس. هو كان معاهم جيرالدو، كانوا عاملين مستوى مميز جدا في دور المجموعات بالتحديد، وقدروا ان هم يفوزوا على الترجي. عندنا اورلاندو بايرتس كمان هيواجه الفائز من منافس الاهلي في النجمه العاشره ده. بالظبط. وفايبرز بمناسبه هدف اورلاندو، لازم نقول ان هدف ابو تريكا امام اورلاندو واحد من اجمل الاهداف اللي انا اللي سجلها ابو تريكا. هدف الضربه الحره كايزر تشيفز. لا احنا بنتكلم على هدف اورلاندو في ملعب في جنوب افريقيا، هدف التعادل. كان ابو تريكا احرز هدف عالمي في المباراه دي من ضربه حره. عندنا بعد كده شباب قسطنطينيه هيواجه عندنا شباب قسطنطينيه والنجم الساحلي هيواجهوا الفائز من اوسكو ديكارا والجيش الملكي، اللي بالمناسبه الجيش الملكي نسخه جديده. عامل بطل المغرب السنه بالظبط، عامل موسم كويس جدا، مكسر الدنيا هناك. عندهم لاعب مميز اسمه رضا سليم، ممكن نشوفه في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم مع فريق تاني بالوان نادي اخر. طبعا لاعب واعد جدا، عليه صراع من اكتر من نادي. اخر حاجه ريال باماكو هيواجه القطن الكاميروني. ريال باماكو والقطن الكاميروني هيواجهوا الفائز من نواديزو واهلي طرابلس الليبي، اللي لسه مش عارفين لحد دلوقتي. بالمناسبه الانديه السودانيه في مشكله على الملاعب بتاعتها. باماكو وجنراسيون فوت، الفرقتين دول من الفرق اللي ممكن تبقى مجهوله بالنسبه لجماهير كره القدم في مصر، يعني هنا ما واجهناهمش قبل كده، ما نعرفش لعيبتهم، ما نعرفش مدى قوتهم، لكن الاثنين دول من اكتر الفرق اللي بتصدر لعيبه. جنراسيون فوت بالمناسبه كان طرف مشكله مع الزمالك لو تفتكر من سنتين ثلاثه، المباراه اللي تم اعادتها وحصلت وقتها مشكله. وبمناسبه بقى الموضوع عن كلام العلاقات والحرص على العلاقات، وقتها تم الاساءه لمسؤول جنراسيون فوت على كل وسائل الاعلام، اهانه وسب، وحتى المسؤولين يعني في الاتحاد الافريقي. لا احنا بنتكلم ان انت يعني دايما هتطالب بحاجه، يبقى زي ما انت قلت وبدات الحلقه، لازم تكون انت بدات بيها علشان تقنعني. وبمناسبه موضوع المغرب، احنا ما اتكلمناش ان عندنا بدر بنون لما جه لعب انضم للنادي الاهلي. يا احمد تفتكر جمهور النادي الاهلي جمهور الاهلي اطلق عليه ايه؟ السلطان. وكان بيتعامل معامله السلطان فعلا في النادي الاهلي. لحد دلوقتي بدر بنون ورا النادي الاهلي في كل حته. وليد ازارو التوربيد المغربي، وعاش اجمل فترات. ما حدش وبره الاهلي كمان لعيبه مغاربه كتير جدا. النادي الاهلي دايما هو المثل والقدوه، ومحدش هيعلم النادي الاهلي. على كل الاحوال طبعا بتصرف ازاي. بشكركم، شرفتونا ونورتونا. احنا باصين على اللي جاي بقى، يعني عايزين خلاص السيزون بيخلص، عندنا موسم صعب جدا. انت عزيزي الاهلاوي جمهور النادي الاهلي بالتاكيد دورك كبير جدا، ودورك هو الاهم في التعامل مع كل مرحله من مراحل السيزون اللي جاي، وخصوصا البعد بشكل كبير جدا عن محاوله جذبك لمعارك جانبيه لا تؤثر ولا تسمن ولا تغني من جوع. جمهور النادي الاهلي الموسم اللي جاي قدامه مهمه عظيمه جدا، عندك رغبه، عندك حلم، عندك طموح تحقق كل البطولات، عندك حلم توصل لإنجاز جديد، عندك حلم أنك أنت توصل لبطولة هي الأولى وهي الأغلى من نوعها على المستوى الإفريقي. أكيد معايا في أنك عندك حلم تروح لبعيد في بطولة كأس العالم. ما تخليش حد يجرك لبعيد، خليك في ظهر فرقتك. اعرف إمتى تهدى وإمتى تقف على رجليك، اعرف إمتى تشجع وتضغط وتآزر وتطلب من لعبتك ومن جهازك الفني ومن إدارتك أنت عايز إيه. كل حاجة الموسم اللي جاي بحساب، وان شاء الله باذن الله ما عنديش شك انه مع مستر كولر ومع التدعيمات والصفقات اللي هيبقى لينا عنها كلام في الايام اللي جايه، الاهلي ان شاء الله قادر يروح جدا لبعيد. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، شرفتونا ونورتونا في السادسه. بشكرك ودايما بنبقى سعداء واحنا عايزين نعمل حلقه على الميركاتو بقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. الميركاتو العالمي، الميركاتو العالمي، وان شاء الله الميركاتو المحلي. احنا كنا في التيك تاك الاولى ان شاء الله، واحنا على موعد مع التيك تاك الثانيه ان شاء الله. نورتوا الدنيا، بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم، اشوفكم في الحلقه الجايه من السادسه.